في المنتجع أو خارجه حتى ممكن يفهمون محمد الزيزي أو يفهمون تصرفاته بطريقة خاطئة. نعم. مثل طال عمرك أني عصبي. طيب. يفهمون عصبيتي غلط. يعني أنت ممكن تمثل عصبية مثلا ولا أنك فعلا تعصب؟ لا والله عصبي أنا صدق. طيب. عصبي يعني إذا عصبت يا فاهم محمد أنفجر. إذا انفجرت أنفجر على طول لك ما بطيء بقلبي. إذا وصلت هذه المرحلة يا محمد وقلت كلام مثلا؟ لا ما أقول كلام. ما تقول؟ لا. سويت أشياء أو تصرفات أنت أكيد طبيعي أنك تندم عليها بعد الغضب. هل يكابر محمد زيزي؟ لا ما ولا على طول؟ على طول. هذه حلوة. إيه أعتذر على طول إذا كنت أنا اللي غلطان على الشخص. طبعا لأن هنا بالنسبة لأخوياي اللي هنا ما يزعلون علي، أنا أوجه الكلام للناس اللي برا يعني اللي مهم معنا. أي ممتاز. أي. أكيد ترى دائما اللي معلش بس بدخل عشان ما عشان يفهمونه. الشيء اللي يصير داخل منتجع مختلف بنسبة 80% عن اللي برا أو عن اللي ينظرون برا. صحيح اللي يشوفون برا ممكن يلاحظون أشياء لكن ترى الأشياء الواقعية مختلفة. ممكن الحين إذا صار موقف ورفعت صوتي على سلطان مهم معناه إني يكره. صح. ولا إنه يكرهني. طبيعي. عادي طبيعي جدا. بنت زاعل في ذيك اللحظة وبنت راضة يفهمون بالصورة الصح. لأن حنا هنا حتى لما إني شفته سوى شيء غلط أبصيح عليه من حبي له وذلن عليه. بعضنا يطير بالثاني والله ذلن عليه. فلذلك لا يفهمون غلط. حلو ممتاز. طيب نجيك بعدها بسؤال ثاني لكن أتمنى أن يكون هنا في سؤال سلطان وبعدها نسأل محمد زعلي. تم. طيب في طلبات